السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد من مطبخنا ألذ وأشهى. النهارده ان شاء الله هنعمل اصابع الجلاش بالجبنه. الوصفه دي لكل اللي بيحبوا الجبنات. يلا نسمي الله ونبدا نقول مكوناتنا. معانا جبنه تشيدر اصابع، ومعانا جبنه تركي مبشور، ومعانا حلقات زيتون وطماطم حلقات وفلفل وجبنه موتزاريلا وبسطرمه، ومعانا بيضه وملح وفلفل وبابريكا، ومعانا معلقتين بقى سمسم على حبه بركه هزين بيهم الوش، ومعانا كوبايه لبن، ومعايا سمنه، ولفه الجلاش. طبعا اول حاجه هجيب البوله بتاعتي هنزل فيها المكونات كلها عشان اسهل بس الشغل. هنزل الزيتون والطماطم والفلفل والجبنه التركي، جبنه الموتزاريلا والبسطرمه، وهقلبهم كده اخلطهم ببعض. هبدا اجيب لفه الجلاش هفردها، هبتدي ادهن. انا هعمل كل رقتين مع بعض. هبتدي ادهن الرقه الاولى بالسمنه والرقه الثانيه برضو، هدهن ما بين كل رقتين سمنه وهعملهم هعملهم رول. هما كفايه قوي رقتين علشان ما تبقاش يعني لا سميكه قوي ولا رفيعه قوي. هبتدي ارص فيها الجبنه الشيدر الصوابع، وهاخد بقى من الخليط اللي انا خلطته وهبتدي اوزعه كده. هقفل الورقه بتاعتي كويس من الجوانب علشان ما ينزلش مني في الصينيه، وهبتدي الفها رول بالشكل ده وهرصها في الصينيه. ونفس الشيء برضو هعمل نفس الخطوه في الرول التاني. هدهن رقتين سمنه وهحط الخليط بنفس الشكل. كده انا خلصت الكميه كلها بتاعتي ورصيتها في الصينيه. هجيب السكينه بقى هبتدي اقطعها على 3 مثلا عشان يبقى حجمها مناسب. وعلى فكره الحشو ده برضو بيبقى على حسب الرغبه، يعني اللي بتحبيه ولادك بيحبوه ممكن تعمليه، ممكن نحشيها فراخ، ممكن نحشيها عصاج. الخطوه اللي بعدها بقى هجيب كوبايه اللبن وهكسر فيها البيضه وهتبلها بالملح والفلفل والبابريكا، وهقلبها تقليبه كويسه كده بالمضرب، وهحط برضو عليها معلقه سمنه من اللي فاضله معايا، وهنزل الخليط ده كله على وش الجلاش بحيث ان انا اخليه كله يتشرب من الخليط السائل اللي معايا، وده اللي هيخليه هش ومستوي وطري من جوه ومقرمش من بره. هقلبها كده لحد ما تتشرب كلها، اطمن انها كلها اتشربت. وبعد الصينيه ما تتشرب كده تمام، هرش بقى عليها معلقتين السمسم وحبه البركه يديها شكل جميل وريحه جميله. وبرده هرش بقى على وشها جبنه موتزاريلا مبشوره هتديها كده يعني لون طبعا جميل، وهتخليها زي البيتزا، يعني هعملها زي وش البيتزا. انا مجهزه الفرن بتاعي على درجه حراره 200، هدخلها في نص على الشبكه لمده نص ساعه، وده شكلها بعد ما خرجت من الفرن، لونها تحفه ومش قادره بقى اوصف لكم ريحتها، ما شاء الله عليها في منتهى الجمال. والحلو في الطبق ده انه بيليق جنب اي اكل، يعني ممكن تحطيه كده طبق جانبي جنب اي اكل على السفره، ينفع فطار ينفع عشاء، بيبقى لذيذ جدا. انا قدمتها بالشكل ده، هفتح لكم برضو واحده تشوفوها من جوه، شايفين الجبنه فيها بتمط ازاي، يعني احلى من البيتزا. انا مش هتكلم، انتوا اللي تحكموا. احنا كده خلاص خلصنا. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وكمان تفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. استنونا في وصفات جديده. سلام عليكم.